أحبتي أن التشيع هو الامتداد الحقيقي للإسلام، بل هو الإسلام الحقيقي المتمثل بإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطيبين الطاهرين. اليمن بلد ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى وعراقته، فهو ذكر بأنه بلد ذو رسالة وذو أهمية وذو حضارة، بلد حضاري يختلف عن كثير من البلدان في المنطقة، ولا أقول هذه مغالاة، وإنما القرآن يسجل هذا جاء وجاء من سبع بنبأ يقين. قراءتكم لمستقبل التشيع في اليمن كيف ترونه؟ تاريخيا وحاضرا عندهم امتزاج بولاية أهل البيت عليهم السلام، امتزاج قوي جدا، وكلما اشتدت الضغوط ضدهم كلما أنها اشتدت ولايتهم اعتقادهم بأهل البيت، ازدادوا تمسكا. يعني هذا عجيبة، يعني اليمنيين حالة عجيبة. أنا أنحدر من عائلة زيدية، عائلتي التي أتيت منها آبائي كلهم كانوا من الزيدية ومتشيعين في أهل البيت، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما الإنسان كانت أمور أخفيت علينا، أخفيت ثقافيا والتكتيم الإعلامي اللي موجود من جاء يدعي باسم أهل البيت، يخفي عليك الأمارات والميزات التي توصلك إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فما كانوا يظهروا لنا هذه الأشياء. محافظة الجوف الآن موجود فيها حوزة، حوزة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، موجود حسينيات، عدة حسينيات. مثلا أنا أبدأ من محافظة الجوف اللي موجود يعني تقريب 4 حسينيات أو 5 حسينيات وتقريب 7 مساجد، وبالأخير موجود حوزة، افتتحنا حوزة الإمام علي في 2010 أول حوزة باليمن، حوزة الإمام علي بن أبي طالب، وبدأنا التدريس فيها، ولدينا طلاب الحمد لله الآن، طلابنا السنة الثانية الآن يعتبرون أول من أسلم من أهل اليمن امرأة. يعني خاطبت الإمام علي، أريد أبايعك، كيف أبايعك؟ فجاء الإمام علي بقدح من ماء ونزلت المرأة ووضعت يدها في الماء، فالإمام علي وضع يده. طيب من هنا انكبوا الهمدانيين يبايعوا أمير المؤمنين. لكن عندما يأتي إليك ميزة وخصوصية وأن تريد النجاح، تجد أن هذا واقعا هو الحق إن كنت باحثا عن الحق، هذا هو وهذه الصفات هي الصفات الربانية، وهذا هو القائد الرباني الذي إن فعل فعل كان هذا الفعل ينسب إلى الله. قصدكم هو الخليفة بعد النبي مباشرة؟ أيوة، لا بد أن يكون هو الخليفة، ليس كما هو مذكور فيه. أيوة، لا بد أن يكون هو الخليفة الأول، وبالأدلة. أنا أوعي الناس هناك، أنت عندما تتكلم عن علي بن أبي تتكلم وأنت مرفوع الرأس بأدلتك أن علي بن أبي طالب عندنا وعندهم هو الخليفة الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تاريخ التشيع ولد في أوائل ولادة الإسلام. برنامج الشيعة في اليمن، حيث استضفنا في هذه الحلقة والحلقات الأخرى عدد من الفضلاء الأجلاء من اليمن الجريح.